معنا من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير، ومعنا من اسطنبول مراسلنا مهران عيسى. إذن أبدأ معك إياد، مزيد من التفاصيل، بيانات جديدة، وأيضا تابعنا البيان بالتفصيل الذي صدر عن الرئيس الأمريكي حول اعترافه بما حصل عام 1915 بأنه إبادة جماعية بحق الأرمن. نعم، نبدأ أولا من الرسالة التي تم تحضيرها من قبل العشرات من قادة الكونغرس سواء في مجلس الشيوخ أو في مجلس النواب الأمريكي، تم رفعها بحسب الوسائل الإعلامية المحلية قبل قليل، تشكر الرئيس بايدن على هذا القرار وتحثه على المزيد من احترام حقوق الإنسان في كافة دول العالم. أما بالنسبة للبيان الذي صدر كذلك قبل قليل عن البيت الأبيض، أثبت الرئيس بايدن من خلال أن إدارته مهتمة في حقوق الإنسان وأنها ماضية في هذه الغاضية، وكذلك بيّن البيان بأن الأقدمية في انتهاك حقوق الإنسان لن تسقط هذه الجرائم. لذلك العديد من المراقبين اليوم يرون بأن هناك العديد من الآثار الداخلية على صعيد السياسة الداخلية وعلى صعيد السياسة الخارجية بين واشنطن وأنقرة. بالنسبة للسياسة الداخلية، يرى العديد من المراقبين أن مثل هذا القرار أولا يزيد من مصداقية الإدارة الأمريكية بشكل عام من الحزب الديمقراطي، ثانيا بأنه وفاء من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن بما تعهد به أثناء ترشحه للرئاسة الأمريكية. كافة رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية قبل بايدن لم يقوموا بوصف هذه المذبحة بالإبادة الجماعية. الرئيس السابق دونالد ترامب كان أقساهم بالوصف وقال بأنها أكبر فظيعة وقعت في القرن العشرين. أما الرئيس جو بايدن فاعترف بأنها إبادة جماعية. أما على الصعيد الخارجي كذلك، فإنه من المتوقع أن تقع المزيد من التصريحات السياسية والمشاحنات السياسية بين كل من واشنطن وأنقرة، وذلك لأن الجانب التركي ما زال يرفض هذا الوصف، وهو ما فعله أردوغان العام الماضي عندما قرر الكونغرس وبعث إلى الإدارة الأمريكية بوجوب الاعتراف بأنها إبادة جماعية. إياد، دعني أنتقل إلى مهران. مهران، أوجز لنا ردود الفعل التركية. استمعنا إلى تعليقات من وزير الخارجية، من الرئيس أردوغان، وأيضا من الناطق باسم الرئاسة التركية. تفضل. في البداية لابد أن ننوه بأن التصريحات للرئيس أردوغان كانت قبل أن يطلق الرئيس الأمريكي بايدن وصف إبادة جماعية على ما حدث للأرمن، وذلك خلال رسالة كان قد أرسلها إلى بطريرك الأرمن في تركيا، بينما نحن الآن بانتظار أن يعني يقوم بإدلاء بتصريحات جديدة عقب كلمة بايدن. لكن وزير الخارجية التركي مولود شوشغلو هو من أول من علق عقب كلمة بايدن ووصفه ما حدث للأرمن قبل 100 عام بالإبادة الجماعية، حيث قال رفض هذه التصريحات ووصفها بالشعبوية، وقال بأنه لا يمكن لأي أحد أن يعطي الأتراك دروسا في تاريخهم، وأن هكذا كلمات لا يمكن لها أن تكتب التاريخ من جديد. كما تعلمين تركيا ترفض وتنكر أن يكون الأرمن قد تعرضوا لإبادة جماعية على يد الدولة العثمانية، وكذلك ترفض أن يتم استخدام حدث تاريخي من قبل بعض الحكومات ومن قبل بعض الزعماء السياسيين من أجل الضغط على تركيا، وفقا لتصريح وزير الخارجية وكذلك الرئيس رجب طيب أردوغان. يقولون بأن هكذا أمر يجب أن يترك للباحثين في التاريخ، وتركيا عرضت وقالت بأن أرشيفها التاريخي مفتوح أمام أي من أراد أن يبحث في هذه القضية، بينما تعيد كل الاعترافات سواء كانت للبرلمانات الأوروبية أو للولايات المتحدة الأمريكية بهذه القضية واعتبارها إبادة جماعية بأنها أداة يستخدمونها من أجل الضغط على تركيا وابتزاز تركيا. فبالتالي هذا الأمر يراه الأتراك بأنه لن يقدم ولن يؤخر، سيما وأن هنالك برلمانات أوروبية قد اعتبرت ما حدث للأرمن قبل 100 عام إبادة جماعية ولم يغير شيء في 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 الأحداث وفقا للروايات التركية. شكرا جزيلا لكما من اسطنبول، كان معنا مراسلنا مهران عيسى، من واشنطن مراسلنا إياد الجغبير، شكرا جزيلا لكما.